طيب بسم الله. اخر حاجه وقفنا عندها كان الاوس بي اف. شفنا الاوس بي اف، عرفنا ان الاوس بي اف ليه طريقه مختلفه في الاوبريشن بتاعته، فكرك بيها سريعا. الطبيعي في الـ في البروتوكولز العاديه زي الريب والاي اي جي ار بي ان الراوتر ده بيعمل ايه؟ بيبعت نسخه من الشبكات اللي عنده لجيرانه. يعني يبعت لجاره يقول له ايه؟ لو عايز توصل للشبكه الفلانيه تعالى لي وانا اوديك. فالراجل ده كل اللي يعمله ايه؟ يسجلها عنده في الجدول. طبعا الراجل ده لو شاف اكتر من سكه لنفس الشبكه فبيختار السكه الافضل. فاكرين الريب كان بيختار السكه اللي فيها عدد اقل من الراوترات. الاي اي جي ار بي فاكرين البدارلم باند ويتس والديلي ومش عارف ايه. طب لا، الاوس بي اف بقى بيشتغل ازاي؟ اوس بي اف الراجل ده بيجهز لنفسه وصف حاجه اسمها ال اس اي طيب كام بقى فاكرينها؟ طيب 1. بيوصف فيها نفسه ويبعتها لجاره. يوصف نفسه ازاي؟ يقول لجاره انا اسمي كذا وعندي ثلاث فتحات ولا اربع فتحات، والفتحات اللي شغاله ايه واللي مش شغاله ايه، واي بيهات الفتحات اللي شغاله بمسقطها وسرعتها وهكذا. فده هتجيله نسخه من ال اس، ياخدها يبعتها للي بعده، وكل واحد يبعت للتاني ال اس اي بتاعته. في النهايه هيبقى ده عنده ايه؟ هيبقى عنده ال اس اي تايب 1 لكل الراوترات اللي معاه في الايه؟ في الشبكه. يبدا كل واحد يعمل ايه؟ ياخد بقى ال اس اس دي يستنتج بيها ويعمل تخيل لشكل الايه؟ الشبكه، ومنها يبدا بقى يعبي بيها الراوتنج تيبل. فالطريقه بتاعت الاو اس بي اف طريقه رائعه وعبقريه، بس عيبها ايه؟ محتاجه راوتر محترم، بروسيسور محترم، ومحتاجه رامات ميموري محترمه عشان يتخزن فيها. تخيل بقى معايا لو دول 50 راوتر 60 راوتر 100 راوتر، يبقى ده المفترض يبقى عامل عنده رسمه تخيليه للشبكه اللي فيها كام راوتر؟ 100 راوتر. عشان كده اخترعوا موضوع ايه بقى؟ الاريا. ودي اخر حاجه ختمنا بيها المره اللي فاتت. قلنا بقى نعمل ايه؟ كل كام راوتر كده يبقوا في اريا مع بعض، وفي راوتر في النص ما بين الارياز وبعض. تعال بقى نطبق اللاب ده. اللاب ده عملي، بصوا اللاب اللي انا هفتحه دلوقتي ده مالتي اريا، ده نوت كونفيجرد، ده مش معمول له كونفيجريشن. تعالى كده نشوف هنعمل له كونفيجريشن سريعا ازاي. بس انا هنا عامل ايه بقى؟ تخيل معايا ان المنطقه الخضراء دي فيها في الحقيقه 20 30 40 راوتر، بس انا طبعا هنا مش حاطط فيها غير ايه؟ راوتر واحد، يعني كده نتست بيه مش اكتر. والراوتر ده عنده ايه بقى؟ عنده شبكه 5 وشبكه 6 وشبكه 7 وشبكه 8 بس. طيب وهنا دي اريا كام؟ 1. المفترض في الحياه يبقى فيها ايه؟ 20 30 راوتر. انا هنا مكتفي بايه؟ براوتر واحد نتست بيه بس مش اكتر. عنده شبكه ايه؟ عنده شبكه 11 وشبكه 12 وشبكه كام؟ 9 صح كده؟ طب والراوتر اللي على اليمين ده؟ ده في اريا كام؟ 2. برضه في الحقيقه ده هيبقى هنا ايه؟ 20 30 راوتر، انا مكتفي براوتر واحد بس كفايه نتست بيه. ده عنده شبكه ايه؟ 10 و13 و14. محتاجين ايه بقى؟ محتاجين راوتر اللي هو احنا بيقولوا بيسموه اي بي ار، اللي هو الاريا بوردر راوتر. بص ده بقى يبقى عنده ايه؟ عنده دراع اهو من الناحيه دي واصل بالراوتر اللي في اريا كام؟ 0. والدراع من الناحيه دي واصل بالراوتر اللي في اريا كام؟ 1. ونفس الكلام لده. ده عنده دراع من الناحيه دي واصل باريا 0، ومن الناحيه دي واصل باريا كام؟ اريا 2. اهو ده بيسموه ايه الراوتر ده؟ اي بي ار. تعالى بقى نعمل كونفيجريشن لهذا اللاب. بص انت ملاحظ حاجه؟ ان الراوتر ده بكل دراعاته وكل فتحاته واقع كله في اريا كام؟ اريا 2. عشان كده وانا بكونفيجر ده هقول له ايه بقى؟ بص يا سيدي، هقول له انيبل شو اي بي روت، يعني وريني الشبكات اللي عندك. عنده 10 13 و14. يبقى اقول له ايه؟ راوتر او اس بي اف. احنا قلنا الاو اس بي اف بنديله رقم، بس فاكر الاول بس اقول له كونفي تي راوتر او اس بي اف 100. احنا قلنا الرقم ده مش شرط يبقى ايه على الاو اس بي اف، مش شرط يبقى ثابت على الراوترات كلها. وبعدين اديله اللي عنده
اقول له يبقى نتورك ادي له بقى اللي عنده اللي هم كام 192.168.10.0. احنا قلنا هنا بنزود ايه كمان اللي هو مقلوب الماسك الوايلد الاول قبل الاريا الاو هيبقى كام 0.0.0.255. وبعدين اكتب ايه بقى خلي بالك هي شبكه 10 دي و13 و14 في انهي اريا في الاريا ديت صح كده يبقى اقول له دي اريا كام حضرتك اريا كام بقى 2 كل دول في اريا 2 تمام كده يبقى ده كده اريا 2 سهم فوق شبكه كام 13 خلي بالكم عشان هتعملوا اللاب ده بعدي على طول سهم فوق لاب 14 بس انا كده خلصت عارف الراجل ده بيعمل دلوقتي بيبلغ كل جيرانه اللي معاه في نفس الاريا بالشبكات اللي عنده طب بالنسبه للراجل ده نفس الكلام انا بس عشان للتسهيل هاجي على الراوتر ده كنترول سي واقول له شورن هاخد ايه بقى هاخد الكوماندات دي جاهزه زي ما هي كده كوبي واحطها كده هنا كنترول في الكوماند ده مش عايزينه في حاجه المفترض بقى الراوتر ده هيبقى شبكه كام 9 و11 و12 يبقى انا هعدل بس دي هتبقى 9 ودي 11 ودي 12 بس اريا كام بقى حضرتك اريا واحد هاخد بقى دول زي ما هما كده كنترول سي واروح على ده انيبل شو اي بي مش لازم شو اي بي روت كونفيتي على طول اقول له بست ادي يا سيدي ايه الشبكات بتاعت الاخ ده اريا واحد اللعب بقى فين حضرتك على ده بص بقى المفترض الفتحة اللي هي اف واحد على واحد اللي هي عند شبكة كام 9 لما اجي اظبط شبكة 9 احط في اخر السطر اريا كام 1 طب شبكة 7 اريا 0 وبالمرة 1 و2 تبع 0 انا بص حاططهم تبع اريا 0 فانا هاجي هنا كده بس دول واصلين بشبكات فهاجي هنا كده اقول له انيبل تعال نعدل حتى في ملف التكست خليني اخده معلش على ايه ملف تكست بره احسن نيو تكست فايل حتى انا هحط لكم ملف التكست ده عشان تشتغلوا منه هنا بقى المفترض الراوتر اللي هنا ده بص يا سيدي واحد واثنين وسبعه ها وتسعه يبقى ادي واحد وادي اثنين وادي سبعه ونزود سطر كمان لتسعة تسعة بس خلي بالك تسعة دي اريا 1 والتلاتة دول اريا ايه ها اريا 0 يبقى دي 0 0 0 ودي 1 اخد بقى دول زي ما هم كده كوبي طبعا الصح بقى في الواقع العام ان انا اشوف الفتحات اللي واصله باجهزه كمبيوتر اخليها ايه باسف ها خلاص احنا الحته دي عارفينها بس مش موضوعنا دلوقتي احنا عايزين نركز مع الاريا اجي بقى على ده اقول له كونفتي واقوم جاي كونفتي واقوم جاي هنا قايل له ايه زي الفل خلصت ده تعال بقى نشوف اللي على اليمين ده المفترض عنده ايه عنده 3 و4 و8 و10 يبقى هعدل هنا بقى هتبقى 3 ابو علي عامل ايه ماشي ابو علي شكرا ربنا يخليك. جزاك الله خير. 3 و4 وكم؟ 8 و10 بس خلي بالك بقى المفترض بقى ده 10 هي اللي تبع اريا 2 والباقي 0 يبقى 10 اريا 2 اخد بقى دول زي ما هم كده كوبي واروح على الراوتر ده انيبل كونفتي اند لوكست انتر عارف ايه بقى اللي بيحصل دلوقتي لو دول كانوا 20 30 راوتر في اريا ديت
كل واحد هيبقى عنده ال اس اي تايب 1 بتاعه الايه اللي معاه في نفس الاريا، وكل راوتر من اللي في المنطقه دي هيبقى عنده الشبكات اللي معاه في نفس الاريا، لكن ما يعرفش باي ديفولت الشبكات اللي فين، اللي في الاريا الثانيه. ونفس الكلام اللي في النص عارفين اللي معاهم في نفس الاريا لكن ما يعرفوش الاريا الثانيه، ونفس الكلام ده. لكن الراوترات اللي على الحدود هي دي بقى مهمتها تعمل ايه. الراوتر ده عنده دراع في اريا 1 ودراع في اريا 0، فهيبقى عنده الخريطه بتاعت اريا 1 واريا ايه واريا 0. الراجل ده مشكورا يعمل ايه، كل الشبكات اللي هيتخيلها وهيحطها في الجدول تبع اريا 1 هيبعتها في رساله كده يبلغ بيها جيرانه وحبايبه اللي هنا، يا جماعه الشبكات دي انا رسمت الشبكه بالنيابه عنكم عشان اقلل من عندكم البروسيسنج والميموري وهكذا، وخدوا اهي الشبكات ايه جاهزه مقشره، يعني ده اللي هيشيل شيله ها عشان ده على الحدود، لكن ده هيستلم الشبكات جاهزه، يعني ده هيبعت لده يقول له لو عايز توصل للشبكات الفلانيه تعالى لي وانا اوديك. الله، مش دي الطريقه اللي بيشتغل بيها ايه الريب والاي اي جي ار بي؟ الكلام ده معناه ان الاو اس بي اف بيشتغل داخل الاريا بالطريقه اللي هي التقيله دي اللي يقعد يرسم حاجه تخيليه للشبكه، لكن ما بين الارياز وبعضها بيشتغل بطريقه الايه الرب، وبيبعت يبقى جوه الاريا عشان يرسموا خريطه لبعض بيبعتوا ال اس اي تايب كام قلنا عليها ال اس اي تايب 1، لكن ما بين الارياز وبعضها بيبعتوا ال اس اي تايب سعر في الانترفيوز في الحاجات دي والامتحان برضه ال اس اي تايب 3، دي اللي بيطلعها وبيعمل لها جينيريت الراوتر اللي على الحدود، يرسم خريطة المنطقة دي ومجاي باعت كده للناس اللي هنا كلها. طبعا بتنتشر هنا وكل الراوترات اللي في المنطقة دي بتعرفها معاه وبرضو الناس اللي هنا هتعرفها، لان لما هتوصل لده ده هيبلغها للي هنا، بس مين اللي عمل لها جينيريت ده، وده برضو لما يرسم خريطة للناس اللي في اريا زيرو يبعتها لده. فهتكون المحصلة ان الراوترات الراوتر ده شايف ده عنده الشبكات سواء اللي معاه في نفس الاريا او اللي في اريا ايه في اريا مختلف. طب ما تيجي نتاكد من الكلام ده، مش المفترض لو انا الشغل اللي انا عامله صح لما اجي على الراوتر ده اقول له شو اي بي روت يجيب لي ايه بقى؟ بص هيجيب لي شبكه 2 شبكه 1 مع ان دول في اريا ايه مختلفه، وهيجيب لي ايه كمان 5 و6 ويجيب لي ايه كمان 13 و14 و10 صح كده، مع ان دول في ارياز مختلفه بس هيظهروا. تعالى بقى نتاكد ان شغلنا صح، هاجي على الراوتر ده اقول له ايه بقى، اقول له انيبل روت سي شو اي بي روت. ايه ده، ده واضح ان نعم احنا استغربت، يعني انا استغربت ده مش شايف كل حاجه، المفترض يشوف ايه، يشوف الشبكات اللي من الناحيه دي كلها. في غلطه، انا نسيت اشغل او اس بي اف ايه. طبعا ده كل فتحاتها تبقى تبع اريا كام، اريا زيرو، ده بقى هيبقى كام 5 و6 و7 ها و8. فتعالى بقى هنا اقول له 5 و6 و7 و8 وكلهم اريا ايه، اريا زيرو حضرتك. تعالى بقى على ده كده اقول له كوبي، تعالى على الراوتر اللي في النص انيبل كونفيتي عليكم ساتو كاتو بيست كده. الحمد لله خلصتوا. هما دلوقتي بقى بيكلموا بعض فاست فورورد، تعالوا بقى نشوف الراوتر ده شايف الشبكات اللي عند جيران ولا شو اي بي روت. ما شاء الله، بص احنا اجمالي عدد الشبكات اللي في الرسمه دي كام شبكه، تيجي نعد كده، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه ادي اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه وادي 10 اهي 11 12 13 14 شبكه. المفترض دلوقتي كل راوتر من الراوترات دي يبقى عنده 14 شبكه، المفترض الجدول بتاع كل راوتر يبقى فيه كل الشبكات اللي ناقصاها. عد بقى كده من واحد لكام؟ ل 14. طب تعالى على الراوتر اللي في النص مثلا، اللي في النص ده اقول له شو اي بي روت كنترول زد شو اي بي روت، بص من واحد لكام؟ ل 14. تعالى على اي وقت، تعالى على ده مثلا قول له كنترول سي شو اي بي روت
من 1 لكام؟ بس هنا تظهر حاجه غريبه قوي. تعال نجرب على الراوتر اللي في النص. بصوا كده شو اي بي روت. طول عمرنا متعودين اي شبكه بيظهر قدامها ايه؟ قدامها حرف. لو لقيته حرف سي، لو لقيته حرف سي زي ما انت شايف كده، يبقى دي شبكات ايه؟ دايركت كونكتد. فعلا الراجل ده عنده كام شبكه قدامها سي؟ اربعه، اللي هم كام؟ خمسه وسته وسبعه وثمانيه، صح كده؟ طب سؤال، واحد واثنين موجودين عند ده باي ديفولت؟ لا، هيعرفهم عن طريق الاو اس بي اف. ومين كمان؟ ثلاثه واربعه هيعرفهم برضو عن طريق الاو اس بي اف. سؤال، واحد واثنين وثلاثة واربعة في اريا زيرو ولا في اريا وان ولا اريا تو؟ في اريا زيرو. اذا دول معايا في نفس الاريا، عشان كده هتلاقي حضرتك هنا في الجدول واحد واثنين وثلاثة واربعة قدامهم حرف ايه؟ لا، او سي. ده لانهي؟ للي دايركت، اللي هم كام؟ خمسة وستة وسبعة وثمانية. طب دول ريموت، اللي هم واحد واثنين وتلاتة واربعة، معايا ولا ايه؟ فدول قدامهم حرف ايه؟ حرف او. تلاحظ حاجة غريبة، في شبكات قدامها حرف او وجنبها ايه؟ اي ايه. اي ايه دي اختصار ايه؟ انتر اريا. يعني ايه؟ يعني الشبكات دي مش معايا في نفس الاريا بتاعتي، ده انا متبلغ بيها من اريا ايه؟ من اريا تانية، عن طريق انهي راوتر؟ اللي هو على الحدود اللي ما بين الاريا. اذا الراجل ده بيقدر يميز ويفرق ما بين الشبكات اللي عرفها من الاريا بتاعته والشبكات اللي عرفها من اريا ايه؟ اريا تانية. طب سؤال، بص بقى، ايه الشبكات اللي في اريا تانية؟ اللي هم 11 و12 وكام؟ و9. ادي 3، والثلاثه اللي على اليمين دول اللي هم 10 و13 و14. فعلا الراوتر اللي في النص ده لو فتحته هتلاقي ايه؟ ادي يا عم 9 و10 و11 و12 و13 و14، هما كام دول؟ 6 6 اهو. دول ايه؟ او اي اي. اذا خلي بالك من الرموز، حضرتك لو لقيت حرف سي دي شبكه كونكتد، اس يبقى انت حاططها ستاتيك، اس ستار استريك يبقى ده ديفولت ايه؟ فاكرين الديفولت روت؟ كنت بقول له اي شبكه مش عارفها اطلع من الناحيه الفلانيه. طب لقيت حرف ار يبقى عارفها عن طريق الرب، الدي عن طريق الاي اي جي ار بي، او بس او كابيتال مش او سمول يبقى عارفها عن طريق الاو اس بي اف. او ولقيت قدام الاو اي اي يبقى ده انتر ايه؟ اريا. دي شبكه عرفتها بس عن طريق اريا ايه؟ اريا ثانيه. كده ان شاء الله الدنيا كلها هتبنج على بعضها. وخد بالك بقى، لو فرضا فرضا مثلا يعني اللينكه دي وقعت، اللينكه دي وقعت كده، حصل تغير في احد الراوترات اللي في اريا كام؟ زيرو. تقوم كل الراوترات اللي في اريا زيرو تعيد حساباتها وترسم شكل الشبكه من جديد، وكل واحد يشغل عنده البروسيسور والميموري ويبدا يستنتج شكل الشبكه بعد التغير اللي حصل فيها. وبعدين يجي الراجل اللي على الحدود ده يشوف ايه التغير اللي حصل ويبعتوا يا جماعه سجلوا عندكم الشبكه الفلانيه يا وقعت يا الشبكه الفلانيه موجوده جديده مثلا سجلوها عندكم. اذا هنا وقوع او حدوث تغير في اريا لا يؤثر الا على حسابات ايه؟ الاريا نفسها. وبعدين يجي اللي على الحدود ده يا عيني بعد ما يتعب ويطلع عينه يدي المعلومه مقشره للناس اللي في الايه؟ اللي في الاريا الثانيه. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب ده كده بالنسبه لللاب بتاع الاريا. طيب بصوا بقى، من ضمن الاخطاء او الحاجات اللي تتسال عليها كمان في الامتحان، انا وانا بظبط الراوتر ده واديته شبكه 9 قلت له اريا كام؟ اريا 1. فدلوقتي الراوتر ده شايف ان الجنب ده، الجنب ده شغال تبع اريا 1، ولما بيجي يبعت اي رسائل كده بيقول لجاره حبيبه اللي جنبه انا تبع اريا كام؟ اريا 1. طب وده لما جيت ظبطت له شبكه 9 انا قايل له برضو اريا ايه؟ 1. عارف لو انت كنت غلطت وخليت شبكه 9 دي اريا 0، يبقى ده لما هيجي يبعت هيقول له خلي بالك انا شبكه 9 دي والجم انا تبع اريا 0 والناحيه الثانيه اريا كام؟ 1. يبقى كده في ميس ماتش في الايه؟
في لازم طالما ظبطت شبكه 9 هنا اريا 1 يبقى اللي قصادها تبقى اريا 1، اريا 0 تبقى اللي قصادها اريا 0، 2 تبقى 2. هنا بص احنا لما ظبطنا شبكه 7 ظبطينها اريا كام؟ اريا 0، واللي قصادها اريا 0. شرط من شروط ان انا اقبل جيرتك وابعت لك ابديت وتبعت لي ابديت، الناس اللي شغاله ركزوا معايا، ان انت تبقى معايا في نفس الايه، في نفس الاريا. وصلت؟ طب تتسال بقى في الامتحان، يجيب لك في الامتحان لاب شبه ده مثلا كده او اصغر من ده شويه، ويقول لك هو ليه الراوتر ده والراوتر ده مش قابلين ابديتس من بعض. فانت تيجي هنا تكتب شو رن، تلاقي الاو اس بي اف هنا كنترول زد كده انيبل شو رن، تلاقي الاو اس بي اف هنا شغال برقم، معلش سوري، شو رن برقم كام؟ برقم 100. تروح هنا تلاقيه مثلا شغال ب 150، فانت تتسرع وتكون الاجابه بتاعتك ايه؟ ان في ميس ماتش في الرقم ده، الرقم ده بيسموه بروسيس اي دي. لا دي اجابه غلط، احنا قلنا الرقم ده في الاو اس بي اف مش لازم يبقى ايه؟ متطابق. امال الغلط فين بقى؟ حضرتك تلاقي تلاقي على الراوتر ده شبكه 7 مكتوب قدامها مثلا اريا 5 او اريا اي رقم، وهنا على الراوتر ده شبكه 7 اللي هي مشتركه ما بينهم مكتوب عليها رقم مختلف، فتكون الاجابه الصح ان في ميس ماتش في الايه؟ في الاريا. حاجه كمان، المفترض الاو اس بي اف زيه زي الاي اي جي ار بي، اول ما بيشتغل بيقعد يبعت هالو لجيرانه عشان يستكشف مين ايه. خد بالك ده لما هيبعت هالو من الناحيه دي وهالو من الناحيه دي حد هيعبره، يبقى ده هيفهم ان من الناحيه دي ومن الناحيه دي مفيش راوترات ايه وصل، وبالتالي مش هيبعت لهم ابديتس. لكن بص ده لو انت جيت عليه قلت له ايه بقى؟ شو اي بي او اس بي اف نيبرز، ده نفس الكوماند اللي كنا بنكتبه في الاي اي جي ار بي، بس كنا بنكتب هنا اي اي جي ار بي بدل او اس بي اف، انتر، هيقول لنا ليا كام جار؟ ليا جارين، الجار ده والجار ده، ده فعلا الجار اللي هو من ناحيه شبكه 8 من على ده؟ لا سوري، الجار اللي هو على انهي فتحه؟ على اف 1 على 0؟ ما تركزش هنا مع اف 1 على 0، عندي جار. والجار الثاني، الجار الثاني اف 1 على ايه؟ من ناحيه اف 1 على 1، فعلا اف 1 على عندي جار. عندي جيران ثانيه؟ الاجابه لا. ايه ده؟ هو انا مسجل ده كجار ليا؟ اه، الكلام ده معناه انه في نفس الاريا بتاعتي؟ اه بص، الجار ده، الجار ده معايا في اريا 0، والجار ده معايا في اريا ايه؟ 1. ما انا خلي بالك الاي بي ار عنده دراع في اريا 0 ودراع في ايه؟ في اريا 1. طب تعالى نشوف على ده مثلا، ده عنده جارين، كنترول سي انيبل شو اي بي او اس بي اف نيبر، عنده جارين برضو، جار على اف 1 على 0 وجار على اف 1 على 1. الاي بي بتاعه كام؟ 171 والتاني 81. اه بص فعلا ده ليه جار من الناحيه دي 71 وجار من الناحيه دي 8 ايه؟ 81. معنى ان هو متسجل في جدول الجيران ان هو شغال معاه في نفس الاريا. وايه كمان؟ طبعا مش شرط الرقم يبقى متشابه اللي هو البروسيس اي دي ده. وايه كمان بقى؟ في عندنا هنا حاجه اسمها ايه حضرتك؟ بص كده، حاجه اسمها ديد تايم. ايه الديد تايم ده؟ وفي حاجه اسمها هالو تايم. ده كان في الاي اي جي ار بي كل 5 ثواني، كل 5 ثواني يقعدوا يبعتوا لبعض ايه؟ هالو. واللي ما بيجيلوش من جاره هالو في خلال 15 ثانيه بيعتبره ايه؟ داون، ويمسحهم الجدول عنده. لا هنا بقى التايم ده حضرتك كل 10 ثواني. والداون تايم هنا اسمه ايه؟ اسمه ديد تايم، ديد تايم. كل قد ايه بقى؟ كل 40 ثانيه. مش كل 15 ثانيه. بص حتى تلاحظ ايه؟ بص الرقم ده بيبدا ب 40 ها؟ ويقعد يقل 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 لحد ما يقرب من 30، لان الهالو بتتبعت كل قد ايه؟ كل 10 ثواني. فيقعد يقل، اول ما يقرب من 30 يرجع تاني، بص بص يرجع تاني عند ال 39 وينزل واحده واحده. طب افرض انت جيت على الراوتر مثلا، يعني خلينا مثلا هنا على ده، نقول له ايه بقى؟ نقول له انيبل كونف تي نو راوتر او اس بي اف 100. ده بقى هيكتشف ايه؟ هيكتشف طبعا ده هيفضل صابر على جاره،
هكتشف ان جاره ما بيبعتلوش. بص شايف الكاونتر نزل تحت الايه؟ شايف نزل تحت ال 30. يفضل صابر على قد ايه؟ لحد ما ال 40 يخلصوا. هيوصلوا لزيرو. عارف يعمل ايه؟ يمسحه من جدول الجيران واي شبكات كانت بلغ بيها من خلاله هيها هيمسحها خلاص. بص انا حتى هسيبه دلوقتي هيطلع لك رساله دلوقتي يقول لك يبقى بص يقول لك ايه في جار ليا انا اعتبرته خلاص داون داون تمام كده. هو ليه ما حسبش 11200 بقى في مين 11200 12200؟ انت بتتكلم على الاي بي ده؟ لا ليه؟ بص هو دلوقتي شايف الجار ده وقع. لا قبل ما يقع حتى هو ليه ما حسبش ال 11؟ مش فاهم. هو انا كاتب 12 8 2. لا ما تبصش على ده، ده حاجه اسمها اي دي. بص على ده 7 2 9 1. ان شاء الله لما تتعمق في دراسه الاو اس بي اف تعرف ان ايه؟ ان كل راوتر لازم يكون ليه اي دي. الراوتر ده لازم يبقى ليه اي دي مختلف عن الراوتر ده مختلف عن الراوتر ده. طب الاي دي ده بيتم اختياره ازاي؟ الراوتر بيختاره لنفسه. اختاره لنفسه ازاي بقى؟ ينقي اعلى اي بي من اي بيهات الفتحات اللي عنده. يعني مثلا بص على الراوتر ده، الراوتر ده اعلى اي بي في اي بيهات الفتحات اللي عنده كام؟ اللي هو 12 كام؟ فكده الاي دي بتاع ده 12200. عشان كده ده شايف ان مين اللي وقع؟ مين اللي وقع؟ اللي هو ده الاي دي. يعني التعامل بيبقى ايه؟ بالاي دي. حتى الاي دي ده لو فرضا يعني كان متكرر، يعني الراوتر ده ليه اي دي زي الراوتر زي الاي دي بتاع الراوتر ده، ساعتها الراوترين دول يرفضوا يبعتوا لبعض ابديتس بالاو اس بي اف وهما بيبنوا في البدايه النيبور تيبل. بص بقى هنا شروط عشان تسأل في الامتحان على الحته ديت وفي الانترفيوز. شروط ان انت تبقى جار ليا وابعت لك ابديتس وتبعت لي ابديتس، اولا تكون معايا في نفس الاريا ده اولا، ثانيا يكون الهالو والديد انترفال عندك زي عندي. يعني لو انا عدلت الهالو هنا خليته كل مثلا بدل كل 10 خليته 12 يبقى لازم تعدله هنا شرط. خلي بالك في الاي اي جي ار بي ما كانش شرط، في الاي اي جي ار بي لو عدلت في الهالو عادي مش شرط ما. لكن في الاي اي جي ار بي كان بيشترط ان يبقوا نفس الايه؟ الرقم اللي هو 100 اللي احنا حطيناه لازم نفس الرقم. تمام كده؟ حتى برضو لو الاي دي اللي انا بقول لك عليه ده كان ده زي ده يرفضوا يبعتوا لبعض ابديتس، لازم كل راوتر يبقى ليه اي دي مختلف عن التاني. وطبعا لو انت شغال تخصصيه الاوثنتيكيشن، دي تخصصيه الاوثنتيكيشن عشان اتاكد الابديتس اللي جايه لي جايه من مصدر ايه؟ موثوق معايا، يبقى لازم يكون الكي على الطرفين دول ايه؟ متطابق، والا يرفضوا ان هم يبعتوا لبعض ابديتس. اي سؤال لحد دلوقتي؟ لازم يبقوا في نفس الاريا، نفس الهالو والديد انترفال، نفس الاي دي ما يبقاش متكرر، كل واحد ليه اي دي مختلف، مش لازم نفس الرقم اللي هو ده. لو جيت على الراوتر ده وقلت له شو اي بي بروتوكولز، بيقول لك حضرتك مشغل على الراوتر ده الاو اس بي اف وجايب لك يا عم بياناته بالارياز والكلام ده كله. طبعا المصداقيه بتاعته كام؟ 110. لو كتبت شو اي بي او اس بي اف انترفيس اف 0 على 0 مثلا، بص يقول لك ايه؟ الانترفيس ده يقعد يبعت تبع اريا 0 اللي هو ما الانترفيس ده اللي هو شبكه كام؟ 5. ده تبع اريا ايه؟ 0. بص هيقول لك الهالو كل قد ايه؟ كل 10، والديت كل قد ايه؟ 40. تمام كده؟ اوكي. وقف الفيديو ده على كده.